لو اروح للدكتور اسامه حمدي مره اخرى، جهاز التفتيش، عشان بس اقرب بشكل صحيح، جهاز التفتيش الفني لاعمال البناء بوزاره الاسكان، هل له حق الضبطيه القضائيه؟ ايوه. هو بس انا حضرتك عايز يعني اعلق على حاجه صغيره قوي. حضرتك اي مشكله اي مشكله ليها اكتر من حل. حل مشكله اللي احنا بنتكلم فيها، مشكله العقارات بتنهار دي، لازم ليها محددات نبقى حاطينها. المحدد الاولاني محدودية إمكانية الدولة والمحافظات المختلفة. أنا ما أقدرش أجي أقول لأي محافظة اديني بكرة 200 شقة أو 300 شقة، ولا لأي وزير ولا لأي حد. وما أقدرش أقول حضرتك إن أنا ما عنديش في البلد دي عقول تحل المشكلة بالإمكانيات المحدودة. جميل جدا، إزاي نحل المعادلة الصعبة؟ هقول لحضرتك، أنا عندي حضرتك مش هكلم دولة رئيس الوزراء، ولا هكلم وزير الإسكان، ولا هكلم المحافظ، ولا هكلم الناس دي كلها. أنا هكلم منظمات المجتمع المدني، أنا هكلم الشعب المصري اللي فتح بلده للإخوة السوريين والليبيين والكويتوة وإلى آخره. النهاردة حضرتك واحد عقاره هيقع والراجل ده هيموت وهنشوفه جثة بكرة، هل حضرتك ما تتخيلش إن الشعب المصري هيفتح شقته للي جنبه؟ هيفتحها للي جنبه. لكن حضرتك أنا مش بتكلم في كده، أنا بتكلم إن أنا فعلا عايز أجد حل المشكلة. المنظمات المجتمع المدني اللي بتصرف فلوس وبتاخد فلوس وبتاخد دعم وبتجمع، يا جماعة حلوا المشكلة دي، لأن المشكلة دي أزمة كبيرة جدا. أنا ما ينفعش أبقى في بلد النهاردة وأصحى الصبح وأنا بقول لحضرتك أنا هصحى مع حضرتك الصبح هلاقي بكرة عمارة بتقع، ولو لا قدر الله جالنا زلزال كذا عمارة هتقع، ولو لا قدر الله جالنا شوية مية أو مطرة كذا عمارة هتقع. يا جماعة هذه المشكلة لابد أن تحل بالمحددات اللي موجودة عندنا، اللي هي إحنا دولة. ما دخلتش في أنا بقول لحضرتك أنا دولة النهاردة ما أقدرش أقول للمحافظ وفر لي 200 شقة، لكن أقدر أقول لكل منظمة موجودة أو مجتمع مدني موجود أو كل واحد يملك أو كل واحد عنده إمكانيات وفر لي شقة وفر لي 2 وفر لي 3، وده موجود وده ممكن يتعمل. لا بس لا يعني فسر لي شوية، يعني أنا هروح أنا يعني حاجة أقول لحضرتك منظمات المجتمع المدني أقول لها وفر لي شقة؟ يا فندم منظمات المجتمع المدني اللي عندها فلوس النهاردة، الناس اللي ارتنت في البلد دي تقدر تشتري شقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، واخد بال حضرتك؟ بس حضرتك بناء على إيه؟ يا فندم أنت النهاردة اصل البلد دي لو غرقت كلنا هنغرق فيها. ما هو ده ما احنا ما تخلفناش عليه، بس ايه علاقه يعني منظمات المجتمع المدني؟ طيب. حضرتك اشرت اليها اكتر من مره. خليني اقول يعني ان اي جمعيه من الجمعيات تقدر تخش تعمل او تبني او تشتري شقق 40 متر او 50 متر. هذه الشقه تكلفتها تبقى قليله جدا، واخد بال حضرتك؟ الشقه دي في المحافظه، كل محافظه فيها اكتر من منظمه. لو انا قلت كلفت المحافظه دي او المنظمه دي انها تبني لي 30 شقه، هعرف اخرج 3 بيوت هيقعوا النهارده، وبعد شهر هخرج 3 بيوت تانيين، وبعد شهر هخرج 3 بيوت تالتين. حضرتك انا عندي حل. ممكن اقول ايه؟ انا عايز مليار جنيه دوله وبكره الصبحيه ابني، اقعد 6 شهور ابني 1000 وحده سكنيه. ده مش موجود، وما ينفعش النهارده ما اخدش الحل ده امبارح مش بكره. امبارح حضرتك لو انا ما خدتش الحل ده امبارح، يعني انا بفكر فيه النهارده بفكر فيه بكره، وكل يوم بتاخر فيه عقار هيقع هيموت فيه 10. تمام. طيب دكتور رأفت،